الله وبركاته. مشاهدينا الاعزاء، نحن اليوم في اولى حلقات برنامجنا، برنامج معالم. اليوم برنامجنا من مدينه محاطه بسلسله جبال الألب، مدينه تقع في وادي يسمى وادي الإن. مدينه تعتبر حلقه وصل بين ثلاث دول اللي هي المانيا وايطاليا وسويسرا. مدينه عرفت بجمالها وجمال طبيعتها، تستقبل الالاف من السائحين سنويا. اليوم نحن في مدينة نمساوية جميلة جدا، ألا وهي مدينة أنسبروك. أنسبروك النمساوية. تعالوا معي لنرى ما هي مدينة أنسبروك. تقع المدينة في وادي نهر الإن، ومنه اشتق اسمها لتكون جسر الإن. للمدينة تاريخ قديم جدا، حيث تظهر الحفريات إن هذه المدينة كانت مأهولة منذ العصر الحجري الحديث على الأقل. على الرغم من تمسك السكان الأصليون بعاداتهم وتقاليدهم، ألا إنهم يتقبلون الآخر كيفما كان ومن أي مكان كان. ومن هذا المكان تبدأ رحلة السائح هنا. القبة الذهبية أو السطح الذهبي هي أولى محطات السائح. السطح الذهبي أو القبة الذهبية، المبنى عبارة عن شرفة خشبية مغطاة بقطع من النحاس المذهب. يبلغ عدد هذه القطع حوالي 2600 قطعة. تعتبر هذه أو يعتبر هذا المبنى عبارة عن متحف يضم أنتيكات لهذه المدينة، كذلك يحتوي على المكتب الدائم للحفاظ على جبال الألب. القبة الذهبية أو السطح الذهبي، وفي اللغة الألمانية جولدن داخ، هي عبارة عن شرفة مغطاة بالذهب تطل على سوق البلدة القديمة. وقد بنيت هذه الشرفة على الطراز القوطي، بنيت بأمر من القيصر ماكسيميليان الأول بمناسبة حلول عام 1500 للميلاد. مجرد النظر إليها وإلى الورود المتدلية من الشبابيك المحاطة بها يعطي منظرا جميلا يستهوي الزائر. يؤدي شارع السطح الذهبي أو القبة الذهبية إلى الشارع الرئيسي نهاية المدينة القديمة وبداية مركز المدينة، حيث شارع ماريا تريزا. يعتبر شارع ماريا تريزا مركز المدينة، وهو عبارة عن شارع عريض جدا خصص للمارة والتسوق، حيث المحلات التجارية على جانبي الشارع. من وسط شارع ماريا تريزا، طبعا البناء الذي تشاهدونه خلفي أو قطعة الرخام أو عمود الرخام هو يسمى عمود أنا باللغة الألمانية أنا زويل.
طبعا هو شهد كذكرى لجلاء القوات الفافارية من هنا في عام 1703، شهدته القيصرة ماريا تريز. الناس هنا من جميع أنحاء العالم، لغات مختلفة وثقافات مختلفة، لكن هنالك ثقافة تجمع الجميع وهي ثقافة الابتسامة. الغيوم التي تعانق جبال الألب وزرقة السماء وألوان البنايات المختلفة في هذا الشارع تعطي لوحة فنية جميلة. عندما تحتاج إلى شيء لا تتردد في سؤال أحد لا تعرفه، فالجميع هنا يقدم المساعدة بحب وابتسامة. لعشاق التسوق فرصة هنا، حيث من السهل جدا العثور على جميع الماركات العالمية وبأسعار متوسطة تقريبا. مول تيرول هو المركز التجاري للتسوق الأشهر هنا. الأنتيكات والمجوهرات بأنواعها وأشكالها هنا وتكون مميزة، لكن أسعارها مميزة أيضاً.